أنا إيهاب أمير، طبيب عام، اشتغلت بكذا مستشفى، حاولت قد ما في إني أساعد الناس، بس حسيت إنه ما قدمت شيء بالشيء اللي تعلمته أنا، فقررت إنه أنتقل لغير بيئة، لغير مكان، وهون ابتدت المعاناة، وهون اكتشفت إنه ملايين أشخاص وملايين الناس بتموت بسبب الجوع، إنه أطفال بريئين بيموتوا في كل ثانية في كل دقيقة بسبب إنه محرومين من أقل حق اللي هو الأكل والشرب. جربت قد ما في إنه ساعد، جربت قد ما في إنه دق أبواب كتير أشخاص قادرين وكتير قادرين إنهم يساعدوني، بس ما مشي الحال، لأنه للأسف الناس تبعت المظاهر، الناس تبعت الفلوس، الناس بتدوس على بعض لكي تعيش. جيت لهون ومعي صور لحتى أفسر لكم اختلاف كبير اللي بنعيشه نحن. بتلاحظوا معي مدينة نظيفة وسيارة وأشخاص عايشين حياتهم طبيعية، وكيس زبالة وفوق الكيس زبالة أكياس وفضلات أكل، والناس مرة مبسوطة بس ما بيعرفوا إنه هل فضلات أكل بالنسبة له هالناس وجبة فخمة، هالناس اللي عشت معهم 10 سنين دقت وجعهم ودقت مرضهم وحاولت قد ما في إنه داويهم، بس اليد الوحيدة لا تصفق. شفتوا معي الأم اللي صار لها فترة ما أكلت شيء، ومن ورا هالشيء إنه نشف جسمها، وهالشيء أدى إله نشف جسمها وإنه ما عندها حليب لكي تقدمه لرضيعها. شفتوا معي، شوف الأب كيف جسمه نظيف، شوفي كيف جسمه نحيف وكأنه عظامه مبينين، إنه عمره 40 سنة ووزنه 35 كيلو. كيف هالناس بتشوف هالصورة؟ كيف هالناس تقدر تعيش؟ كيف فقدنا إنسانيتنا؟ أنا حاولت قد ما في إنه أقدم الشيء اللي تعلمته والشيء اللي درست فيه، حتى من الجيتار تعلمته عشان أرسم ضحكة لهالناس وهالأطفال. هالناس كثير طيبة بس بدها مساعدة، بدي وصل للناس اللي ما عندها إنسانية، للناس اللي بتقدر إنه تساعد بس بتركز في أشياء أخرى. بدي أغني لهم أغنية، ما بيستحوا بعدن عم يذبحوا، بعدن عم يجرحوا، بعد لا الدنيا مش هيك حلو، الدنيا وهني قلبن على بعضن، خوفن على بعضن، هيك الحقيقة هيك، ليش البشر صاير قلبن حجر، يعني بالمختصر يا دمعة عيون رجعي، بأي تمن بيبيعوا يشتروا بعضهم، يكفي حزن يا عيني لا تدمعي. ما بيستحوا بعدن عم يجرحوا، بعدن عم يذبحوا، بعدن لا الدنيا مش هيك. بدي أقول إنه هالناس لسه على قيد الحياة لأنه عندهم أمل إنه أشخاص مثلكم يساعدون، وبليز بترجاكم إنه تاخذوا كلامي بعين الاعتبار. محتاجة لحياة وبليز ساعدوني. موضوع إيهاب اليوم كمان مؤثر، وأكيد عم نشوف هول المعانات كل يوم. الصور يلي ما شفناها بس هو كان عم يشرح لنا عنها قدرنا نعيشها معه، ولكن أنا حسيت طول شوي بس كان كتير مؤثر. بالنسبة للغنى أنا سمعت كتير ايموشنز، كتير كان معبر، عم بغني بكتير إحساس. النوتات العاليين أحسن من العادة، وعم بيرنوا أحسن، مجوافين أحسن، بس أكيد بفضل كنت يغني شوي أكتر ويعطيني نيانسات أكتر شوي هو عم بغني. حابة هني أهله لإيهاب يلي ربوه، لأنه فكرته مش جاية هيك، جاية من تربية أصيلة حلوة. بعدين في شغلة صعي ما فيها الصوت الكبير القوي، بس كله إحساس. النوتات بالقرار صار عم بيجيبهم كتير منيح مع رنة ممتازة، والنوتات العالية بلش يسيبهم منيح. هالصبي بيروح لبعيد، الله يخليه بصحته. حلو كتير موضوع إيهاب وحساس مثله. هو إنسانة إيهاب وعميق وبحس بالتانيين. أنا بس بدي أقول شغلة، غير إنه حلو وفرجة وقال وغنى حلو هيك، إيهاب ناقصه شغلة بعد. على طول أنا بقول له إياها بحسها، يعني هو كشاب كرجال كتير حلو يكون إحساسه هالقد عميق، بس هو كشخص بحب يكون أقوى. هو واقف يعني كتير بدوب بإحساسه، بتحسيه آخر شي ولد بيفقد شوي النضج، بتصيري تتعاطفي معه كأنه حدا صغير. إيهاب هو عم بغني أو هو عم بيمثل أو هو شو ما كان بده، يمكن لأنه صغير بالعمر بعده، مثل نسيم يعني شوي مثل نسيم، لازمه قوة، لازمه يعني صلابة أكثر، لأنه هيدا دكتور كان بمستشفى، كان عم بيعالج، وهلا راح حتى يعالج. يعني الدكتور عنده قوة يمكن بصوته وهو عم يحكي بشخصيته، ما بيفقده هالإحساس. هيدا أنا عم أقوله مش كدكتور، عم أقوله كإيهاب بده يوقف على المسرح مثل ما عم شوفه بالبرايمات. حضور رائع، حضور حساس، بس بده أكتر يمكن صلابة بوقفته ونضوج حتى نحس أكتر باللي هو عم بيقوله أو باللي هو بده يوصله. بالنسبة لإيهاب كتير حبيت الجو يلي خلقه بهيك شغلتين بمكنه بسيطه، وانه اوحالنا انه في صور وخلينا نشوف الصور. يعني في هالجزء من الايفال كثير انا قدرته وحبيته، علما انه ما انتبه بالاخر، وقعت منه التليكوماند يعني الريموت كنترول، ما انتبه انه يرجع يردها مطرحها. هذا بصلح له اياها بالصف. ولكن في شغله يعني كمان لازم نحكي عنها، كان حديثه يعني الكلام تبعه، المحاضرة تبعيته بتشبه غنيته، نفس النمط، نفس الرواق، نفس هيك البساطة. ولكن لا، لما أنا بدي أوقف وأعمل محاضرة يعني من المفترض يكون في عدد كبير من العالم، بده يكون عندي انرجي اكثر، بده يكون عندي قوه، بده يكون عندي طريقه حكي مقنعه اكثر. وعلما انه كان عنده الصور يلي كان عنده يعني نقى الارجومون، نقى يكون حديثه فيه اثباتات وفيه صور، نقى اشياء علميه، يعني ما عم بيحكي هيك بالمبهم، جايب معه صور. فبالتالي لما بيكون حدا جايب معه هالصور وجايب معه ارجومون الابوي مثل ما بيقولوا بالفرنسي، لازم يكون حضوره اقوى، طريقه حكيه مقنعه اكثر. كنت بتمنى الحديث ما يشبه الاغنيه. هلا لما نغنى اكيد هيدا عالمه، لإيهاب، عالمه، طريقة إحساسه يلي هن رائعين، ولكن عامة كان جيد. إيهاب بعده محافظ على مستوى بشغله ومستوى جيد. يمكن ما رح أحكي عن الموضوع والمشهد اللي خلقه، بدي أقول إنه هون غنى اليوم بملعبه إيهاب، هيدا الجو اللي هو بحبه، هيدا الطابع اللي هو بينجح فيه، الكله إحساس، الكله هيك عاطفة وحنان بالمغنى. ولكن أنا بحب شوف إيهاب بشيء جديد، يعني مثل ما شفته بأول برايم وقت غنى قدود حلبية، وقت غنى ابعت لي جواب، بحب شوفه بشيء جديد لأنه بحس بقلب صوته في بعد أشياء مخباية ما اكتشفناها. حلو اللي عم يعمله، بحب شوف بعد شوي باور أكتر، واللفظ تبعه يكون أشد وتنقدر نفهمه أحسن بسهولة أكتر. حلو اللي عمله، بتمنى أشوفه بألوان جديدة بالإيفالات الجاية.